بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، محافظة الدقهلية من المحافظات الزراعية، بتزرع مساحة رز كبيرة. كان العام الماضي كان مستهدفنا 300 ألف فدان، السنة دي مستهدف محافظة الدقهلية 182,550 ألف فدان. هذه المساحة تم توزيعها على المراكز والإدارات الزراعية طبقا لقرار وزير الري رقم 28 سنة 2017 بما فيها إذا كانت على الترع. تم عمل كشوف بالمساحات دي، وتم تعليقها في الجمعيات الزراعية، وتم اختار جميع المزارعين بها. والآن أصبح كل مزارع في محافظة الدقهلية لديه معرفة كاملة ودراية عن ما سيزرعه من محاصيل، سواء كانت رز أو محاصيل تانية بديلة لمحصول الرز. بالنسبة لعدد المضارب هنا في محافظة الدقهلية، ف أربع مضارب رئيسية بخلاف مضارب الأهالي والتي يتعدى عددها أكثر من 12 مضرب أهالي، لكن المضارب الرئيسية هي أربع مضارب بالإضافة لما لدى الأهالي من مضارب.